بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم في مدرسة تبارك الخاصة لنتواصل مع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في هذه المنصة التعليمية الجادة من أجل أن نتواصل مع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات تماشيا مع هذه الثورة المعرفية الهائلة التي نحياها في عصرنا الحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الإنسانية ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. أما بعد، أبنائي بناتي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر، نحن قد وصلنا إلى الوقف اللازم. الوقف اللازم طبعا هو من أهم أنواع الوقف في القرآن الكريم، لأن عدم الوقف على الوقف اللازم سيؤدي إلى تغيير المعنى تغييرا كليا. نبدأ أولا بتعريف الوقف اللازم، وده في المنهج الجديد مش هتلاقي له في الكتاب عنوان خاص، هتلاقيه في جنب الوقف أو جنب نوع من أنواع الوقف، أعتقد جنب نوع الوقف التام أو الكافي، تلاقي كده في الجنب كده تنبيه، لكن مش هتلاقي له نوع خاص، ده على المنهج الجديد. لكن مهم ان احنا نعرفه. عرف الوقف اللازم، هو الوقف على موضع ادى معنى صحيح ولا يتبين المعنى المراد الا بالوقف، ولو لم يقف القارئ يؤدي الى اخلال بالمعنى. ازاي يا استاذ؟ طيب ما هو رمز الوقف؟ الوقف اللازم لازم له رمز في القرآن الكريم. الرمز بتاعه ايه؟ ها؟ ميم. الميم اللي انت شايفها دي تحت خالص، تحت الخط الاحمر ده، الميم دي هي اللي راسها على السطر، هي ديت انواع، هي دي علامة الوقف الايه؟ اللازم في القرآن الايه؟ الكريم. طيب امثلة على الوقف اللازم. الوقف على كلمة قولهم، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. سيدنا محمد زعلان. ليه يا محمد زعلان صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم قالوا عليه ساحر، وقالوا عليه مجنون، وقالوا عليه كذاب، وقالوا عليه وقالوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم زعلان، فربنا قال له يا محمد لا يحزنك قولهم، اوعى تزعل من قولهم. ليه؟ لأننا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فكلمة إنا نعلم هذا من قبيل تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذهاب للحزن الذي ران على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما قال له فلا يحزنك قولهم، إن لماذا لا تزعل يا محمد ولا يحزنك قولهم؟ لأننا نعلم ما يسرون وما يعلنون. طب لو أنا ما وقفتش وقلت قولهم إنا نعلم، كأن المشركين هم اللي قالوا إنا نعلم، وهذا يعتبر يعني هذه تعتبر قراءة خاطئة. فهمتوا كده؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ فهمين يا أستاذ، خلاص غيرنا الشريحة. نشاط. مهم 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 مهم. انا لما انده على اتنين اسمهم احمد، واحد بيسمع واحد ميت اعزكم الله، مين اللي هيرد عليهم؟ يقول يا احمد، مين هيجاوبني؟ طبعا اللي حي اللي بيسمع. طب والميت؟ ربنا يبعثه يوم القيامة. فهمتم ولا ما فهمتم؟ ده احنا قلناها في الصف بالنص. يبقى لما اجي اقول انما يستجيب الذين يسمعون والموتى، يبقى اللي بيسمع هيستجيب والميت هيستجيب. اما لا اقف فين يا استاذ؟ اقف على كلمة يسمعون كده، المعنى وصل. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. هذه تلاوة صحيحة. اما التلاوة الخاطئة، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى،
لا إله إلا الله. يعني الميت بيسمع يا أيها القارئ، يعني الميت كده هيسمع، هيسمع من قراءتك يبقى بيسمع، لكن هذا المعنى لا يريده الله سبحانه وتعالى. أمال المعنى إيه؟ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. واضح كده؟ واضح يا أستاذ، واضح يا أستاذ، واضح يا أستاذ، خلاص غير الشريحة يا أستاذ. نقف عند الوقف اللازم ونكمل الوقف القبيح إن شاء الله، له شريحة لوحده أو له شرح لوحده، لأن أنا عايز كل نوع من أنواع الوقف. وطبعا أنا ذكرت لكم آيات كتير في القرآن، إذا يعني حتى مش موجودة على الشريحة هديك مثال. مثلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. يبقى الوقف على كلمة إيه؟ بعض. الواد وقف لازم. طب لو انا ما وقفتش على كلمه بعض، تعال معايا كده، من الذي كلمه الله؟ موسى عليه السلام. احسنت، موسى. يبقى الله لم يكلم الا موسى. طب ودليلك ايه يا استاذنا؟ وكلم الله موسى تكليما. طيب يا استاذنا، لو انا ما وقفتش على كلمه بعض، يبقى الله كلم البعض والبعض جمع، يبقى ما كلمش موسى لوحده. يبقى نقول ايه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. صح، تلاوة صحيح، لكن القراءة الخطأ. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هذه قراءة خاطئة، اي ان الله كلم بعضهم، كلم الله ايه؟ بعضهم. فخلي بالك، خلي بالك جدا 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 من الوقف اللازم. طب لما اقف على الوقف اللازم يا استاذي ابدا بايه؟ لازم ابدا بالكلام اللي بعد الوقف اللازم، ما ينفعش ابدا بما قبله، والا المعنى يخترب، والا المعنى ايه؟ يخترب. لابد اقول ايه؟ انما يستجيب الذين يسمعون، وقف لازم، والموتى يبعثهم الله. كده كده الوقف اللازم صحيح، والابتداء بعده ابتداء حسن ممتاز. فهمنا؟ يبقى في الوقف اللازم نبدا بما ايه؟ بعده. يبقى عندنا كم نوع وقف نبدا بالكلام الذي بعده؟ استاذي ثلاثة، الوقف التام، الوقف الكافي، الوقف اللازم. اما الوقف الحسن والقبيح نبدا بالكلام الذي قبل الوقف. احسنتم، وبورك فيكم، وجزاكم الله خيرا. الواجب بتاعكم بقى، الواجب بتاعكم ان شاء الله اللي هتعملوه، انكم تطلعوا لي اربع انواع للوقف اللازم في القرآن الكريم. عايز اربع ايات من القرآن الكريم، خلاص كده. وانا ليا نشاط تاني على الوقف اللازم، لكن بيكون بعد الوقف القبيح ان شاء الله، لكن انا بتوقف عند هذا الحد، لان عايز انواع الوقف اديها لكم نوع نوع، كل نوع لوحده. فاهمين؟ وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك فيكم، وأن يبارك في آبائكم وأمهاتكم، وأن يحفظكم، وأن يحفظ عمان من كل مكروه وسوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.